بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم، وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، يقول هو الله احد، لله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، يقول هو الله احد، لله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، يقول هو الله احد، لله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، يقول اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، يقول اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا مولانا من الشاهدين. اللهم ارحمنا بالقران الكريم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار، واجعله لنا حجه يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القران وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو او نسيان، او تحريم كلمه عن موضعها، او تغيير حرف، او تقديم، او تاخير، او زياده، او نقصان، او تعويل على غير ما انزلته، او ريب، او شك، او تعديل عند تلاوته، او كسر، او سرعه، او زياده اللسان، او وقوف بغير وقف، او اظهار بغير اظهار، او اظهار بغير بيان، او مد، او تشديد، او همزه، او جسم، او اعراب بغير مكان. فاتوب منا على الثبات والكمال والمهدر من كل الحال، فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا، لا تؤاخذنا يا مولانا، وارزقنا فضل من قرره مؤديا حقه مع العطاء والقلب واللسان، وهب لنا به الخير والسعاده والبشاره والامان، ولا تختم لنا بالشر والشقاوه والضلاله والطغيان، ونبئنا قبل منايا عنا من الغفله والكسلان، امنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن اهل الديدان، وبيض وجوهنا يوم البعث، واعتق رقابنا من النيران، ويمن كتابنا ويسر حسابنا، وثق ميزاننا بالحسنات، وثبت اقدامنا على الصراط، واسكننا وسط الجنان، وارزقنا بوار سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، واكرمنا بلقائك يا ديان، استجب دعاءنا بحق التوراه والانجيل والزبور والفرقان، اعطنا جميع ما سالناك به في السر والاعلان، وزدنا من فضلك الواسع بدونك وكرمك يا رحيم يا رحمن. اللهم زيننا بزينة القرآن، أكرمنا بكرامة القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن، وعافنا بعناية القرآن، ونجنا من النيران بكرامة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن، وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غممنا وقائدنا وسائقنا إلى جنتك جنات النعيم. اللهم اجعله أنسنا في الوحشة ومصاحبنا في الوحدة ومصباحنا في الظلمة ودليلنا في الحيرة ومنقذنا في الفتنة، وعصمنا به من الزيغ والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا، وقل بالعافية قلوبنا وآصالنا، واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا، وصل سجال عفوك على ذنوبنا، ومن علينا يا ستار بستر عيوبنا، وصل سجال عفوك على ذنوبنا، ومن علينا يا ستار بستر عيوبنا، وصل سجال عفوك على ذنوبنا، ومن علينا يا ستار بستر عيوبنا. اللهم اجعل تقواك زادنا، واثق بك دخولنا واعتقالنا، وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية واصلة ورحمة متصلة بعد القبول منا إلى روح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وإلى روح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين،
الأبدان والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة إلى أرواح جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واخذل عيوننا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا وارحم آبائنا واغفر لأمهاتنا وأصلح ديننا ودنيانا وشتت شمل أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا. ثبت أقدامنا وانصرنا على القلب الكافرين ببركة القرآن العظيم بحرمة ما أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. 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 اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا ربي إنك على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب تقدر نسوي واي دولي يب سنواي جودي جودي يب يعني يعني جعلن يعني يعني يرملن يعني واجي تشيري بجام واجي كتير جودي يب يعني يعني تيار محمد صلى الله عليه وسلم يعني دخل من المدير القدر في فكيم أي أشوف باري بس نيم سنواكي نكت على متعنيك فرنسا فبرة يعني يعني لما ينسى جاكتة كمين يوسف يب المدير سواي تجام كمين تجام yalla sambale haale bile ubudubir dara yene ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man barik ala allah alaziz malew insha allah taala.